بمناسبه بقى ركلات الجزاء، لان النهارده كانت في حالات مثيره في مباراه تونس والسنغال، خاصه بعد الاستعانه بالفار او الفار بعد ما بلغ الحكم الاثيوبي تسيما في هذه المباراه. معايا على التليفون الكابتن سمير محمود عثمان حكمنا الدولي السابق. كابتن سمير برحب بحضرتك وفي ضيافه الاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي في الاهرام. اهلا وسهلا كابتن محمد، وارحب بالاستاذ نبيل المحترم. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن سمير. كابتن سمير، مباراة النهارده فيها قرار تحكيمي غريب نوعا ما، او غريب في طريقه تنفيذه، لان الحكم الاثيوبي تسيما يمكن حسب ركله جزاء في الدقيقه 118 من الوقت الاضافي، وكانت المباراه خلاص بتتجه الى ركله الجزاء اذا تم احتساب هذه اللعبه ركله جزاء بعد لمسه اليد على مدافع المنتخب السنغالي، اذ فجاه استعان الحكم بالفار بعد ما الفار بلغه ان هو يشوف اللعبه تاني على الشاشه، لان كان في يعني راي وراي اخر في احتساب اللعبه. عايز اعرف تعليقك على ان هو يرجع للفار وتدخل الفار في هذه اللعبه، وهل القرار صحيح ام خاطئ؟ بدايه طبعا الحكم احتسب بالخطا بناء على اللي هو شافه، تمام؟ طبعاً. بعد كده حكم الفي ار اللي هو الحكم الفرنساوي اللي موجود النهارده في المباراه استدعاه عشان يبص على الكوره. هنا يا كابتن محمد الحكم ليه قرارين، يا يعني يقول يستمر لعبه وما يروحش يبص على الفي ار لان ده حقه، او يوقف المباراه معاه وتوقف المباراه ويطلع يبص على اعاده الكوره في الفيديو، تمام؟ وخد القرار الثاني اول ما اللعب وقف راح طلع بره واتفرج على ركله الجزاء اللي هو احتسبها. طبعا هنا انا مع تماما امشي مع حكم الفي ار، لان الكوره يا كابتن محمد مش ركله جزاء، وللاسف في خلط حصل بين الجمهور ان بيقولوا لا التعديلات الجديده بتقول لو الكوره جت في ايد اللاعب مش متعمده تحتسب. لا يا جماعه، التعديلات يا كابتن محمد زي ما احنا قبل كده وكنا سباقين جدا جدا في البرنامج في قناه الاهلي لما شرحنا التعديلات بالظبط اليد، قلنا يا جماعه التعديل فيها لو الكوره جت في ايد المهاجم واثمر عنها هدف او احرز منها هدف سواء تعمد او غير تعمد الكره تحتسب هاند بول ويلغى الهدف. اما المدافع القانون القديم ماشي زي ما هو يا كابتن محمد، اللي هي لازم التعمد. لان حصل لبس النهارده في الموضوع والكل كان بيتكلم لمسه يد بركله جزاء، القانون الجديد بيقول كده. لا ما هو القانون الجديد، بس المشكله الناس ما قرتش بقيه الجمله، الذي يثمر عنها هدف. الذي يثمر عنها هدف تحسب هاند بول. مين اللي يثمر عنها هدف؟ الفرقه اللي بتهاجم. الناس حصل لها خلط بين المهاجم او الفرقه اللي بتهاجم. لا، الفرقه اللي بتهاجم يا كابتن محمد والكره جت في ايد المهاجم سواء بعمد او غير متعمد تصفر وتحسب هاند بول على طول، انما على المدافع كما هي مفيش اي تعديل عليه. طيب الاستاذ نبيل كان ليه سؤال لحضرتك. سمير، لو انا مهاجم وشايط الكوره وجت في ايد مدافع واقف في الجون وغصب عنه، يعني هو حاطط ايديه جنبه لكن جت في ايديه ومنعت هدف. بص يا كابتن عمر، شوف حضرتك قلت الكره جت غصب عنه، تمام؟ والكره هي اللي جت، طالما ان الكره هي اللي جت والمسافه قريبه والكره بسرعه ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد واستمر اللعب. حتى لو منعت هدف انت بقى احسبها بقى لو المسافه بعيده يا كابتن عمر واللعيب مثلا كبر جسمه. يعني ايه اكبر جسمي؟ انا ممكن اكبر جسمي بايديا اطلع ايديا بره جسمي، يبقى انا كده كبرت. طيب هنا في تعمد، يبقى هنا تحسب ركله جزاء وكارت احمر عشان ده ايه منع هدف. منع هدف بالظبط. انما الكره بتاعت النهارده قرار الحكم الاثيوبي بامنك الاول كان غلط، القرار الاولاني غلط، دي ما تتحسبش اصلا. اذا تدخل الفار الحكم الفرنسي كان صح. الفي ار انقذه. الفي ار انقذه طبعا النهارده انقذه. طب هل الحكم الاثيوبي في البطوله يا كابتن سمير شايفه ماشي بشكل كويس؟ لان كمان في نقطه غريبه، ادار مباراه في دور الثمانيه، ادار مباراه في السيمي فاينال، في حكام ممكن يدير للسنغال دور ال 16 وفي نفس الوقت يدير للسنغال دور الثمانيه. تعليقك على فكره ان مملك بيدير كذا مباراه في الفتره الاخيره بشكل متتالي، ده يدل على ان في فقر من الحكام الافارقه اللي على كفر، اللي احنا برضو قلناها قبل كده. انت عندك حكمين بس بيديروا النهائيات سواء في الشامبيونز ليج او في امم افريقيا، اللي هو بملاك وبكاري جسامه، هم الاثنين اللي بيحكموا النهارده. ما منطقه المهمه بس هم بيحكموها، ده يدل ان ما عندكش حكم كفء تقدر تعتمد عليه، بالرغم ان في حكام كويسه جدا زي الحكم رضوان جيد من المغرب، رائع، اليوم من الكاميرون، فيكتور كوميت من جنوب افريقيا، الحكام المصريين. انا الحكم المصري اكبر حكم مصري عندي لاعب مصري واحد يا كابتن محمد. غريبة. علامه استفهام غريبه. وانت خرجت من البطوله، احنا ما دخلناش البطوله فاكر؟ احنا خارجين بقى لنا حوالي 10 ايام من البطوله بالظبط. يعني لا، هو تخرج منتخب مصر واحد
مصطفى غربال الجزائري أدار مباراة للسنغال في دور ال 16 وأدار مباراة للسنغال في دور ال 8. برافو عليك. احنا عندنا بقى دي وتكرر مرتين، احنا ما عندناش حد تكرر برغم كفاءة الحكم المصري بغض النظر عن اي سلبيات بتحصل في الدوري العام، عادي جدا بتحصل في اي دوري، بس لا كان هم اولى. انت عارف يا كابتن محمد انا بملك يعني ايه، بيعتمد على حاجتين، لياقته البدنيه عاليه جدا جدا صح تمام، وحاجه بصراحه انا معجب بيها. انت عارف حضرتك في المباراه اللي قبل النهائي، المباراه النهائيه اما رئيس الجامعه الملكيه المغربيه انت عارف ضربه اعتدى عليه، كان في شكوى قصدك، جريء جدا جريء جدا بصراحه، ودي حاجه تحسب له، وكتب في تقريره واعتقد الاتحاد الافريقي خد ضده قرار قوي جدا ضد الراجل المغربي، فدي تحسب له كابتن محمد بالرغم يعني اي حاجه ثانيه بصراحه. شخصيه الحكم مهمه بصراحه، هي شخصيته مهمه، لكن المعلومه اللي عندي والكلام المؤكد النهارده، المعلومات اللي صدرت، اولا ما فيش ايقاف لفوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي والنائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي، ومعلومه اضافيه كابتن سمير، حكم الاثيوبي تنازل عن الشكوى اللي كان قدمها بعد مباراه نهائي الكونفدراليه. لا لحظه واحده، تنازل عن الشكوى، تنازل عن الشكوى يعني بعد ما اتضرب تنازل عن الشكوى، تنازل عن الشكوى، ولم تصدر اي عقوبه من لجنه الانضباط ضد رئيس الاتحاد المغربي او النائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي. والله دي تبقى معلش مع احترامي واحنا على الهواء، دي تبقى مصيبه يا كابتن محمد. بعد ما الحكم يتضرب، وده انا بشكر فيه انه قدم شكوى، الحكم اتضرب يعني ايه بعد الضرب يعني؟ يعني انت ايه المطلوب منك ان بعد تضرب على الاقل حاجه تقدم شكوى، انت ما ينفعش تضربه صح ولا غلط؟ في انتخابات مكتب تنفيذي يوم الخميس في الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي، وفي تغييرات قادمة خلال الفترة القادمة، وفي جمعية عمومية مهمة في الاتحاد الافريقي يوم الخميس، وفي امور كتيرة هتبقى متغيرات في الكرة الافريقية يا كابتن سمير بعد البطولة الافريقية وبعد الجمعية العمومية الفترة الجاية يا كابتن سمير، هترجم لك امور كتيرة متعلقة بالحاجات اللي بتحصل خلال الفترة الاخيرة، سواء ماتش الترجي والوداد، سواء الاعتداء على الحكم الاثيوبي في مباراة نهائي الكونفدرالية، في تفاصيل هتتشرح وهتظهر للراي العام بعد البطولة، وفي قرارات هتبين لك الصورة كانت ماشية ازاي. بص يا كابتن محمد، يبقى الرساله وصلت. انت عارف النهارده في حاجه جميله جدا، انت عارف احنا عندنا في بطوله اسمها تشامبيونز ليج، انا اسف اني طولت عليكم. لا اتفضل. بطوله الشامبيونز ليج يا كابتن محمد وحضرتك معاك استاذ عمر، كانت بين مين ومين؟ الترجي والرجاء مظبوط؟ الترجي والوداد. والوداد مظبوط؟ بالظبط. حتى هذه اللحظه البطوله دي مش عارفين مين اللي خدها بسبب اخطاء الحكم، مظبوط ولا غلط؟ مظبوط، وبكاري جسامه بيحكم النهارده سيمي فاينل، وكان ليه دور ومسؤوليه في مباراه نهائي افريقيا. هو ده اللي انا كنت عاوز اوصله. بالظبط كده. بالظبط كده. شكرا كابتن سمير، وكل التوفيق يا رب للتحكيم المصري خلال الفتره القادمه، ودايما بنسعد بارائك الفنيه اللي دايما بتبقى دقيقه وفيها صحه كبيره جدا، لانك متابع ومركز جدا في موضوع التعديلات القانون، ودايما بنستفيد بوجودك معانا يا كابتن سمير. شكرا جزيلا كابتن سمير محمود عثمان.